مرضية سراييفو المنطقة هاي، لأن هاي بقايا دماء ثلاثة كانوا هنا بيصلوا قدام الكنيسة. ليش اسمه الجسر اللاتيني؟ معناها جسر بدأت الحرب العالمية الأولى، هرب منه هرب لف وشه قدام. يعني حنموتك حنموتك، قدرك قدرك، هيموت 40 60 مليون، هيموت 60 مليون. وهي مستقبل بلدنا بعد 20 سنة. بتطير زي الهوا، صحيح كل حاجة رخيصة بس بتطير زي الهوا. مين الناس دول؟ غريبة قوي الماركات بتاعتهم. يلا يا ابني دلوقتي الأكلة الجميلة دي اسمها بوراك. بوراك هاي البوراك معمولة هناك بالجبنة أو بالبطاطا؟ سوري ما فيش جبنة، لحمة وبطاطا. في جبنة كمان؟ في جبنة وفي سبانخ. أحلى تمشاي على نهر لنيتشا. شايفين المنظر قديش حلو؟ هتكلم دلوقتي عن شغلة خطيرة جدا، شغلة اللي هي يعني تقبض القلب. هتكلم عن شغلة اسمها حصار سراييفو. هحكي لكم القصة من البداية. القصة من البداية بدأت بموت جنرال تيتو، كان اللي هو كان حاكم يوغوسلافيا، مسكها بالحديد والنار بأول الثمانينات. فلما توفى كان لاقي كل شيء اسمه دين وكل شيء اسمه عنصرية، كل البلد موجودة تحت اسم واحد، يوغوسلافيا. لما توفى ورثت الحكم تبعه سلوفان ميلوسوفيتش، اللي هو كان من صربيا طبعا لان هي اكبر مقاطعه، وكان هو وزير الدفاع، مالي متذكر شو كان منصبه وقتها. المهم ان هو بقى رئيس الوزراء، ولكن حاول ان هو ينعش يوغوسلافيا، ولكن يوغوسلافيا فضلت اقتصادها ينهار وينهار وينهار، لانه اعتمد اعتماد اساسي على الاتحاد السوفيتي اللي هو انهار في الوقت ده. لما انهار الاتحاد السوفيتي حاولوا ان هم ينقذوا يوغوسلافيا، فعملوا اولمبيات الشتويه سنه 84، ولكن سنه 86 وصل الانهيار الاقتصادي الى حد يعني لا نهايه له. وجا ميلوسوفيتش قال لك احنا هنعمل برلمان جديد وهنعمل فيه انتخابات وما بعرف شو، ولكن الانتخابات عين اكتر الموجودين في الحكومه تبعه من صربيا على اساس ان هي اكبر مقاطعه. طبعا احتاجوا بقيه القوميات ان احنا كمان لازم نمثل حالنا في الموضوع ده. جت لعبت امريكا في الموضوع، لعبت في راس الناس اللي هم موجودين في سلوفانيا. سلوفانيا اول دوله استقالت من الاتحاد اليوغوسلافي. راح الجيش الصربي على سلوفانيا عشان يحتلها، وصل لغاية عندها، ولكن سلوفانيا كانت مؤسسة نفسها وكان لها جيشها وكان لها قواعد عسكرية موجودة من قبل وكان لها عندها أسلحة. فقوم وصل لغاية عندها، قعدوا 10 أيام ورجعوا ما ماتش حد، ولكن صربيا أخذت تجربة قوية جدا لا مزاح بعد كده مع اللي حاول ينفصل. بعد كده انفصلت كرواتيا. كرواتيا دعمتها كل أوروبا بالانفصال تبعتها باعتبار أنها دولة مسيحية وارتداد ليهم، وأمريكا دعمتها بالسلاح. دخلت حرب مع صربيا لمدة 2 سنين، ولكن وصلوا بعد هيك لاتفاقية وانتهت الحرب بانفصال كرواتيا. صربيا أخذت درس قوي جدا بعد كده، لا رحمة ولا تفاهم مع الناس. جات الوقت على البوسنة أنها تنفصل، ولكن لما البوسنة جات انفصلت ما كانش في حد بيدعمها، وهون إجا الضربة القاسمة. سلوفان ميلوسوفيتش هجم على بوسنة سنة 92، وصل لغاية حدود سراييفو وحصرها عشان يستسلم الجيش. حصرها لمدة قد إيه؟ 1020 يوم، 3 سنين ونص وهو محاصر سراييفو. 3 سنين ونص هدول ابتدى حاصر كل الجيش جاي حوالين الجبال، وحاصر كل سراييفو مشان لكن المشكله ان لما البوسنه استقالت وتحاصرت، ما كانش عندها سلاح زي كرواتيا، ما كانش عندها دول العالم بيدعموها زي سلوفينيا. فبالتالي ايه اللي حصل؟
العالم كله نسيهم وبدأ حصار سراييفو هنا بقايا قنبلة نزلت على الأرض وبقايا الدم لسه موجود لغاية دلوقتي من أيامها. المهم اللي حصل بعد كده ان 300 ميل حصار 350 قذيفة بتنزل على البلد في اليوم. كل المدن اللي حوالين سراييفو دخلها جيوش صربيا قتلوا اللي فيها عذبوهم. ابتدى يحكي بالعنصرية احنا دول مسلمين هيرجعوا حكم الشرق لينا ودول اخر امبراطورية مسلمة اتذكروا عملوا فيكم ايه العثمانيين من 200 سنة. الشباب صار واحد يقوم الصبح يشوف جاره او جارته البسنوية يجي قاتل جاره ومختصب البنت هيك بعد ما رفع ارتفع عندهم. كانوا مخدوعين كانوا شباب صغار بيقول كده كانوا شباب صغار كانوا مخدوعين مثل اي واحد بيستغل الشباب اللي هو ما عندوش وعي في العمل الاغراض السياسيه بتاعته. استغل الرئيس الحميه موجوده في صربيا لغايه وخلاهم يخشوا يقتلوا اخوانهم المسلمين في البوسنه. ما حدش في العالم كله اهتم باللي بيحصل في البوسنه. 3 سنين عم يقتلوا في العالم هون 3 سنين تحت القصف 350 قذيفه في اليوم. ابتكرون بيمزحوا في الاول كان اللي حاول يهرب من المدينه ينقتل عشان يستسلموا. حاولوا يخشوا على مبنى البلديه فجروه عشان يقطعوا الكهرباء يقطعوا الاتصالات. وقتها بدات المقاومه بدون اي سلاح وثلاث سنين ما عرفوش يهزموا الجيش البوسناوي لحد ما دخلت الاتحاد الاوروبي وقصف صربيا سنه 95 وانتهت الحرب. وهذا شيء بسيط من اللي حصل لي احكي لكم تفاصيل بعد شوي. انا بتمشى دلوقتي في شوارع سراييفو وبقول لكم الشغلات اللي بتيجي على بالي يعني من الذاكره. ف طبعا سراييفو دلوقتي زي اي مدينه ثانيه في العالم بس اللي بيفرق على قصدي في اوروبا بس اللي بيفرق عليها شغله واحده بس انها اخر دوله مسلمه في اوروبا بعد انتهاء الاندلس من زمان من حوالي 600-700 سنة. ظلت البوسنة هي آخر دولة مسلمة في أوروبا. بس هحكي لكم مثال على فترة الحصار. الحصار على سراييفو بدأ وكان عدد سكان سراييفو 550 ألف. أحداث كتير حصلت في الثلاث سنين تبعت الحرب اللي على البوسنة ولكن انتهت الحصار سراييفو بحوالي عدد سكان وصل 350 ألف. التقيت مع واحدة ست كبيرة فبتقول لي في وقت اللي كان فيه الحصار تبع سراييفو كانت علبة السجاير يعني كان في مصنع سجاير هو الحاجة الوحيدة مدخل البوسنة مدخل سراييفو كان هو الوحيد اللي شغال. هذا مصنع السجاير الحاجة الوحيدة اللي كانوا بيدفعوا فيها الفلوس يعني مثلا ممكن الواحد يشتغل شهر بعلبة سيجارة ممكن واحدة باعت الخاتم في اتنين ماس حتتين ماس كبار اللي هو تمنه مثلا يعمل 10,000 20,000 يورو كمان بعلبة سيجارة او مكابر ربطة خبز. يفكركم هالموضوع بمكان كان متحاصر قبل كده. فالحرب شيء صعب جدا واللي حصل في سراييفو شيء اصعب ولسه مكملين مسيرتنا في سراييفو اخر دولة مسلمة في اوروبا. المكان اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي هو اول مكان حصل فيه مظاهرات قبل ما يحصل الحصار بيوم. مظاهرات ان احنا عايزين نستقل في بلدنا ومش عايزين نبقى تابعين للصرب وان حياتنا كمسلمين او كأمة بوسنوية طبعا كأمة بوسنوية بتضم الصرب والكروات والمسلمين والمسيحيين وكافة أطيافهم. وما كانش فيه مسلم ومسيحي كان بدهم أمة قائمة على الشعب البوسناوي ما بدهم حدا من برا يتحكم فيهم خاصة إن بانت نوايا ميلوسوفيتش بأن هو دكتاتور جديد بدل تيتو. فخلص خلصت الشيوعية جاي تعمل علينا حركات يا حلو أنت. فبدأت هون الشارع ده اللي أنا ماشي فيه أول مظاهرات ضد الحكم الصربي. بدأت المظاهرات قبل الحصار بيوم. تاني يوم هجموا وعملوا حصار. صربيا خافت ان يحصل فيهم زي ما حصل في كرواتيا وسلوفينيا قال لك خلينا نتغدى بيهم قبل ما يتعشوا فينا وهجموا وبدأ الحصار
من المظاهرات اللي بدأت في النقطة دي. لما نزلت المظاهرات هذا اللي خلى ميلوسوفيتش يجي يحاصر صربيا، سوري يحاصر البوسنة، معلش أنا سوري، تقالي تقريبا 10 ساعات عم بتمشى، ف شايفين الجمال، ف سوري. طبعا الجمال هنا نحكي عامة يعني شيء علمي ولا حرج في العلم، الجمال هنا غير طبيعي، غير طبيعي. يعني هنا انا مش يعني رحت كرواتيا ورحت صربيا ورحت كل النمسا الموجودين في البوسنه ما شفت زيهم في اي دوله تانية. يعني اخدين الجمال السلافي، العرق السلافي مع العرق العثماني مع العرق الاوروبي القوقازي، دخلوا بعض خلطوهم وطلع اهل البوسنه. ف هاي البوسنه من بعيد شايفين احنا ماشيينها، مدينه طبيعيه ما فيش اي خطر، بلد امان. كل اللي حاول يقول لي لا تروح البلد هناك امان وحرب. حرب ايه يا عم؟ حرب خلصت من 20 سنه، جاي تقول لي حرب؟ حتى ماكدونالدز فتح هنا. ايش رصاص في الخريطه فكرني ببنايات لبنان. 11000 طفل من اهل المدينه قتلوا هنا، بيجي اهلهم بيحطوا لهم ورد، فكانت بيخشوا على البيوت يخبطوا عليهم، احنا هنا جايين نحميكم ما تخافوش من اي حاجه، تعال نتمشى شويه، بياخدوا الراجل بيطلع وما بيرجعش تاني. انا جيت هنا وفكره واحده بس، يعني كيف هتكون سوريا بعد 20 سنه؟ هل فعلا احنا هنعمل حاجات زي دي؟